أكد رئيس مجلس الوزراء أن دعم مصر للقضية الفلسطينية يعد من ثوابت السياسة الخارجية المصرية عبر عقود من الزمن، مشيرا إلى استمرار مصر في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في كل المحافل الإقليمية والدولية. وجاء ذلك خلال لقائه برئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية على هامش فعاليات قمة المناخ كوب 27. ومن جانبه أعرب أشتية عن تقديره البالغ لدور مصر الريادي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا اعتزاز بلاده بالدعم المصري التاريخي للقضية الفلسطينية. وتناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وفلسطين وأوجه الدعم المصري الممكن خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على أهمية تطبيق مقررات القمة العربية في الجزائر فيما يخص دعم الشعب الفلسطيني.